مرحبا، اهلا، السلام عليكم. مرحبا يا حبيبي، كيفكم؟ ان شاء الله تشوفوا هذا الفيديو. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد بسلسلة الهروب من الالعاب. طبعا اليوم راح نلعب الهروب من الزنزانة. طبعا شوفوا هذا، شوفوا يا جماعة، هذا انا، شوفوا شو حامل معي بكتفي. طبعا من اولها لما اجاني روبلوكس جديد طلع يستخدمني كتير، فاضطريت اغير شخصيتي. فطلعوا شلون غيرته، قلت حالي خليني. طيب قبل ما نبدا لا تنسوا تحطوا لي لايك، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى انا انزل كل فيديو. يلا نبدا. طب طبعا الفيديو هذا حيطلع على مايكروسوفت ايدي، لانه بالحساب انا عندي حساب جيمنج بالمايكروسوفت ايدي. طبعا نبدا بالجيم. فتحت انا الباب. اي في ناس، الناس نساعده؟ لا اوه ما في شي مقابض. اخ طب هون في شي اي مقبض؟ لا ما هيك استنى. اخ طيب نبدأ فيديو. اخ مين هذا عم يسخر؟ شوف هذا البنجالي، خليني نطلع عليه. شو رايكم؟ هذا فارس شكله، اشوف. ايوه والله بالفعل فارس. طبعا هذا تشيك بوينت، شوفوا. لا طبعا انتوا بتعرفوا يا جماعة انا وين عم بلعب باللابتوب. انا بعرف وين هيك قناط وامشي. شوفوا خليت الكاميرا تبعي متكبرة. والله سويته واخيرا. تشيك بوينت. عم يقول هذا الرجال looks like this earth is under شو constant be careful not to fall into the lava. طبعا ما بنعرف ماشي. طبعا شوفوا يا جماعة هذا انا، يعني عم بمشي ونط. ايوه طيب هاي تشيك بوينت. مريت هاي صعبة. ياي يا ريت لو هذا بهذا، يا ريت لو بيقدر ادخل على الصور او على الفيديوهات ويقدر اعدل الفيديو. شكرا. مرات مو هذا، مو هذا، هذا اجدب ولا ايش؟ تعالوا شوفوا يا جماعة رقصتي. شوفوا صحيح ما بقدر. شوفوا مش عارف تعديها. طب شوفوا هاي النقطة الثانية. لا لسه ما شفتوها. اي كأنه هيك شو تشبه شوية حركة تبع الضحك. شوفوا يا جماعة بدون ما امشي ونط، شوفوا بسوي كده وخلص. ولا والله كتر حد عاص علي. شوفوا شو هذا النار، شايفين تنين؟ لازم ما ندعس هناك على البركان، بس اعتقد هناك اخر شيء عنده. طيب يا صديقي. ايوه كأنه في شي غلط عند الكاميرا. منيح منيح منيح. انا بتشيك بوينت. انا مت. الله يرحمني. متت.
عارفوا شباب، هاي منصة الألعاب روبلوكس في منه الدفع وفي منه الدود. ها شباب، انا بدي اخلي هاي قناة روبلوكس يشتركوا، حتى يشتركوا بقناتي. عشان ليش؟ لانه بس اكتبوا بس اكتبوا على اليوتيوب قناة روبلوكس، واذا ما تلاقوا راح تلاقوه بصندوق الوصف يعني اسفل الفيديو، راح تلاقوا الرابط اسفل الفيديو. ايوه استنوا خلينا نوصل الصوت شوي. ايوه اخ 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 بوينت. يلا اوصل عندي تشاكي بوينت. تشاك بوينت هي كتبتها. الله يهدي. ها بتسلق انا 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 اشرب. هناك وحش جاك بوينت. لازم هيك اسويها مفروض. طيب الحين حنشوف بعد عني ده. طبعا يا شباب في من منصة الالعاب لما تموت، طبعا ما في من الالعاب ما بتحتاج دفع روبوكس، يعني مو داعي لتدفع روبلوكس.
مش شايفين قناة مشيع جيمنج؟ بس اكتب راح ابعتكم هذا قناة مشيع جيمنج دي كل شيء. ان لما بيموتوا بيدفعوا روبوكس، بيدفعوا ليك سبب. انا ما ابغى ادفع لانه اذا دفعت هتجيني فاتورة. بس انا بستغرب ليش انه بيدفعوا وما بتجينه فاتورة. حتى الاشعارات اللي بتجيني من هاي انه اعمل يس او نو، بقول لي نو لانه لو اذا ضغطت يس حيخلوني ادفع روبوكس. شوفوا يس، سويت يس، قلت لكم بدنا ندفع روبوكس. هاي كمان يمكن، بس ما بعرف يمكن نقدر نبعت على اليوتيوب. لا بيقولوا بدك تجيب ديناصور، قلت له لا يمكن ديناصور بيساعدني، بس يا ريت لو ابوي يسمح لي اني ادفع روبوكس لما اموت. علينا هلا يا جماعة. طبعا قبل ما ارسله على اليوتيوب اول شي راح اتأكد منه اذا صار في مشكلة او راح الصوت، او لما اذا هذا لما نوصل الصوت يمكن يروح الصوت. ماشي ماشي شباب، بعرفكم انتو شباب. ياو شوي بنوصل وخلص وشوي بنختم الجيم. ياي رجلي يلا امشي. طبعا شباب دي يكون شيء، فوتوا على الواتساب افتحوه شوفوا الحالة اللي انا حطيتها، بس يا ريت لو تشوفوها هلا بسرعة قبل ما يروح عليكم. ماشي فلو سمحتوا تشوفوها بسرعة. ماشي بدي لكم شيء شباب، تعرفوا هنطلع هون فوق، هنطلع يعني ايوه طبعا يا جماعة. لما تلعبوها بلابتوب شايفين هاي لما تحطوا على الفيديو وتعلوا الصوت، بس مو من هون. لا اسمع، في كلمة انتر وشيفت تحتها، في تبع هذا فوق وتحت، شايفين هذا اللي فوق، هذا اللي فوق هذا اللي بيحركوا لقدام، واللي ورا هذا اللي بيحرك لورا، وهون اللي بيخلي الحركة يمين ويسار. ولا واذا بتكون نطوا كيف تضغطوا على هاي المسافة، مسافة يعني لما تحطوا فيديو على اليوتيوب بس، ولما تضغطوا هذا الزر هذا بخليكم تفتحوا مساحة، وكمان بيخليكم لما تلعبوا روبلوكس تطوا. ياي فوزنا واخيرا، شوفوا يا جماعة
تشيك بوينت جاني جامب باد. شوف ليه خلاني مرة طب سبيد باد اللي سريع. افتح بعد. ياي لا تخش ده نيح. صبت صحي وقفت فوقه. طب خليني شو هذا بيعملوا. طب خليني اخذ واحد. طب هي اخذت شو هذا. واو this is beautiful. حدوني اوقف فوق التانيين. لا موت. شو كل هذول دمار اللي انا دمرته. خليني اخذ الاحمر لان هذا لوني المفضل. اعتقد هذا امتى اعتقد هذا. هون بيدخل من جوا. شوفوا بسم الله. وش خليني اشيل هذا. بعد الكاميرا. ولا شوي جائزة ناخذها. طن 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 ولا طن 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 طن. يا لا 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 ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو. اذا عجبكم اعطوني لايك. اذا ما عجبكم اعطوني ديسلايك. واشتركوا بالقناه. واللي اشترك الله يعطيه الف عافيه. ونشوفكم في فيديو جديد. ومع السلامه.